كلب جبلي ضخم جدا وشجاعته ملهاش حدود، بيتميز بالسرعة الفائقة واللي بتعادل سرعة النمور تقريبا. كلب وفي ومطيع لصاحبه وممكن يفضل يدافع عنه حتى الموت. هكلمكم النهاردة عن أسد الأناضول، كلب الكنجال التركي. بيعتبر الكنجال من أفضل وأذكى أنواع كلاب الحراسة اللي ممكن تقتنيها، وبيصنفوا معظم خبراء الكلاب كأقوى كلب في العالم بلا منازع، وبيعتقدوا كمان أنه أقوى وأشرس من كلب البيتبول بكتير، ولكنه مش واخد نفس نصيب البيتبول من الشهرة. كلب الكنجال موطنه الأصلي تركيا وتحديدا كردستان، وبيعتبر أحد سلالات الماستف القديمة. بيطلقوا على الكلب ده عادة اسم أسد الأناضول أو كلب الراعي الكردي، وكان بيستخدم قديما في حراسة المواشي من الحيوانات المفترسة زي الدببة والذئاب والضباع، وحاليا في ناميبيا بيتم استخدامه للمساعدة في حماية الماشية من هجمات الفهود. النوع ده من الكلاب بيمثل أهمية كبيرة للسكان المحليين في تركيا، كلب بيفتخروا بيه جدا لدرجة انهم لو حبوا يقدموا لبعض هدية قيمة ممكن الهدية دي تكون في شكل كلب كنجال لسه حديث الولادة. الكلب ده فتاك للحيوانات حرفيا، سلالة معمولة مخصوص عشان تقتل الذئاب والضباع، وبيستخدم كمان في بعض البلدان في مراهنات الكلاب الشرسة. وعلى الرغم من ضخامة كلب الكنجال وشكله المخيف، إلا إنه هادي جدا واجتماعي وودود جدا مع الأطفال. الكنجال في العموم مش بيحب الغرباء من البشر تماما، ولكنه في كل الأحوال مش هيهاجمك أبدا بدون سبب. طول ما أنت واقف في حالك ومقربتش من صاحبه هيفضل هو كمان هادي وفي حاله. أما بقى لو فكرت تهاجم صاحبه أو المكان اللي بيحرسه، فهتتفاجئ من الكلب برد فعل عنيف وشرس جدا. الكنجال بيعتبر كلب حراسة من الطراز الأول، وبيفضل دايما البقاء في الأماكن المرتفعة عشان يقدر يراقب المكان من كل الاتجاهات، يعني كأنك مربي قناص في بيتك بالظبط. غريزة المراقبة وحماية الآخرين عند الكلب ده مرتفعة جدا، يعني ما تستغربش لما تلاقيه طول الوقت بيراقب أطفالك، وده لأنه بيراقبهم عشان يحميهم مش عشان يأذيهم. كلب الكنجال بيحتاج للمشي ساعة يوميا على الأقل، ومش هو الكلب المناسب إطلاقا للأماكن الضيقة، وده لأنه مش بيحب يكون عليه أي قيود. الكنجال كلب شخصيته قوية وبيحب يكون مسيطر بطبيعته، وبيفضل يعيش وسط مجموعة يحس فيها أنه ترتيبه الأول عليهم، وعشان كده لازم يتم تدريبه من صغره على أن صاحبه وعيلته أعلى منه في الرتبة، ولازم يفهم كمان انهم ممكن يصدروا له اوامر ومش هيكون عليه غير السمع والطاعه. الكلب ده لازم يتم تدريبه كمان من صغره على كيفيه التعامل مع الاطفال وباقي الحيوانات الاليفه، وده لان لو ما تمش تدريبه بشكل جيد فهتكون النتيجه كلب متمرد وشرس ولا يمكن السيطره عليه. من اهم مميزات كلب الكنجال انه بيجمع ما بين الضخامه والسرعه والخفه والرشاقه، وده اللي بيميزه جدا عن كل الكلاب الضخمه بطيئه الحركه. كلب الكنجال سرعته بتصل ل 56 كيلومتر في الساعة، ودي سرعة بتعادل سرعة النمر تقريبا اللي بتقدر ب 58 كيلومتر في الساعة. ولو مش متخيل قد ايه الكلب ده سريع، فخلينا اقولك انك لو ماشي بعربيتك بسرعة 50 كيلومتر في الساعة مثلا، فهتلاقي كلب الكنجال بيجري جنبك عادي وممكن يسبقك كمان. كلب الكنجال مش مناسب اطلاقا للمدربين قليل الخبرة، وده لأن عنده مستوى ذكاء عالي جدا بتخليه ما يقتنعش بيك بسهولة. أما لو كان مالك كلب الكنجال عنده الخبرة الكافية، فهيلاقي الكلب ده متميز جدا وسريع التعلم. بيصل طول ذكر الكنجال لـ90 سنتي تقريبا، وبيتراوح وزنه ما بين الـ70 كيلو والـ80 كيلو جرام، وبيتراوح سعر الكنجال حديث الولادة عالميا ما بين $800 والـ1300. وفي بعض السلالات منه كمان ممكن يوصل سعرها لـ30,000 للكلب الواحد. وبغض النظر عن سعره المرتفع نسبيا، ولكنك كمان لو حبيت تشتريه فممكن ما تلاقيهوش متاح للبيع في معظم البلدان. يا ترى لو شفت كلب الكنجال التركي في الشارع ممكن تحس بإيه؟ هستنى رأيكم تحت في التعليقات، وعرفوني كمان لو في سلالة كلاب حابين نتكلم عنها في حلقاتنا الجاية. أما بقى لو أول مرة تشرفوني، فياريت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات على الكل وتنضموا لعيلتنا الكبيرة، وما تنسوش كمان عمل إعجاب للفيديو عشان نقدر نعرف فيه كم واحد بيتابعنا وبيحب فيديوهات الكلاب. كان معاكم محمد جابر، واشوفكم الحلقة الجاية.